والمسيرة الناجحة ديال الفريق ديالنا ماشي ولدت اليوم، وهذا برنامج عمل اللي كنا سطرناه واحد السنين، يعني دابا حنا تقريبا 10 سنوات او ما يفوق ذلك، بحنا راس المكتب المديري لفريق شباب السوالم الرياضي. فسير النجاح زعما صراحه اللي كنقول انا هو الاستقرار التقني والاداري ديال النادي، لانه كاين استقرار كما لاحظتوا بان اعضاء المكتب تيبقاو تقريبا هما وكيتبدلوا بتغيير الثلث يعني كل سنه وكيبقاو، ولكن يعني الرئيس ولا هذا كيبقى نفس الرئيس، وكاين طاقم تقني بقياده الاستاذ رضوان الحمر اللاعب الدولي السابق ولاعب الرجاء البيضاوي اللي يعطينا الفرصه ديالو كامله بانه يخلق واحد الفريق منسجم، وبالتالي قدرنا نجنيو الثمار ديال داك الاستقرار التقني، لانه كما استفدنا من التجربه اللي خدها رضوان الحمر، والحمد لله وحنا ايضا كمسيرين خدنا تجربه كبيره في الاقسام ديال كره القدم الوطنيه. اليوم حنا يعني كنجنيو الثمار ديال الاستقرار التقني والاداري، فالنتائج جات ماشي والده الصدفه، كاين عمل، لان حنا لاحظتي يلاه 3 سنوات ما صعدنا القسم الثاني احترافي، في السنه الاولى حتى لينا وسط الترتيب، في السنه الثانيه لعبنا على المراكز الاولى وكنا قاب قوسين او ادنى باش نحقوا الصعود، الثالثه غتكون ثابته ان شاء الله اذا كمل الله بخير ان شاء الله وقدرنا نسيروا هاد 5 المباريات اللي بقاو، فنتمناو ذلك غادي نحققوا الحلم المشروع ديالنا اللي كيبقى مشروع، والحلم ديال الساكنه وديال الاقليم كامل، على اساس يكون فريق حريزي اخر كيلعب في القسم الوطني الاول الاحتراف. بيان سور حتى هي تعتبر من اسرار النجاح، لا موتيفاسيون هي اللعابه كيتخلصوا، يعني الشيء اللي في الكونترات ياخذوه، لي سالير ديالهم خالصين اجور، لي بريم دو ماتش اجور خالصين، الظروف ديال العمل وديال التدريب مواتيه، يعني كندربوا مره في الملعب ديالنا، مره تنضطروا نكريو ملعب اخر الا كنا لاعبين في شي مباراه في غازو طبيعي، فكنضطروا نكريو واحد الملعب اللي غادي ندربوا فيه طيله الاسبوع باش نواجهوا باش نقدروا نلعبوا في الغازو الطبيعي. فالحمد لله بامكانيات ديالنا رغم قلتها نحن نسير وكنجيريو داكشي، كاين حسن التسيير، ماشي كنقولها حيت انا الرئيس، ولكن كاين حسن التسيير من طرف كاع الاخوان وتدبير ديال الموارد الماليه ديال الفريق. فاليوم حنا اجور مع اللعابه ديالنا، ما عندناش مشاكل اونيفو الجامعه، ما عندناش مشاكل اونيفو الفريق، نتمنى والله يوفقنا حتى لنهايه الموسم في هاد 5 دورات اللي بقاو. هذا يكرر لدرجه هو من أسوأ النقاط اللي عندنا في الفريق وفي المدينه. فالبنيه التحتيه حتى لا اخفي عليكم، فما كاين لا بنيه تحتيه في حد السوالم لا والو. نادينا ما من 2015 وحنا كننبهوا الاخوان المسؤولين على المدينه بانه راه خص ملعب في المدينه اللي غيليق بالفريق، لان الفريق جاي، وقلنا لهم الفريق غيصعد القسم الوطني الثاني، وقلنا لهم الفريق راه يمكن يصعد القسم الوطني الاول، وفعلا هذا الشيء اللي وقع. المدينه ما سايرتش، نتمنى الله سبحانه وتعالى يجيو الناس اللي غادي يقدروا هذه المسائل هذه ويقدروا الانتخابات المقبله على الابواب، نتمنى الله يفرج على المدينه ويجيو الناس اللي غادي يقدروا يستجبوا للطلبات ديال الساكنه ويديروا ملعب ويديروا حدائق ويديروا بزاف الامور اللي احنا محتاجين لها في هذه المدينه، واولاها الملعب، لان الملعب نعتبره كالرياضه بصفه عامه قاطره من قناه التنميه. فنتمنى الله سبحانه وتعالى يجيو الناس اللي غيحنوا هذه البلاد ويكون عندنا احنا ملعب بحالنا بحال باقي المدن اللي الجماهير ديالنا تفرج الفريق ديالها في المدينه ديالها. ومن طبيعه الحال دابا حنا لا جينا نشوفوا راه جميع الفرق المغربيه بدات من مدن صغار. راه لا جينا نهضروا على الرجاء البيضاوي ولا الوداد البيضاوي ولا راه ما كان ماشي من لو بروميي جور كانوا كبار. راه الا هضرنا مثلا على نادي القنيطري ولا هضرنا مثلا على فاس، النهار بدات فاس تاريخ تاسيس ولا واتزم، تاريخ تاسيس واتزم 1924 جو بونس ولا 25. واش واتزم ولا فاس في 25 هي فاس في 2021؟ راه كانوا حتى هما مدن صغار، والمدن كتكبر، الفرق كتكبر مع المدن. حنا الحمد لله اليوم عندنا فريق اللي غادي ان شاء الله تحو يسجل يعني يدون التاريخ ديالو، وغادي تكبر مدينه حد السوالم. انا كنعتقد بانه مستقبلا غتلتقي بمدينه الدار البيضاء، ولما لا تلتقي بمدينه الجديده، وغيكون الفريق هذيك الساعه راه كاين وكبر حتى هو، يعني كبر مع المدينه. ما كنظنش بانه عائق، فلكل مجتهد نصيب، والكرة القدم لا تؤمن لا بفريق بمدينه كبيره ولا فريق مدينه صغيره، كل مجتهد نصيب. ودابا فرق كبرات مع المدن كبرات وقد الفريق حتى هو كبير. نتمنوا من الله بانه حنا هذه ماشي عقده عندنا، حنا نعتبروا نفسنا بان اناس. كنشكروا الناس اللي سبقونا في العمل في الفريق، والناس اللي اسوا الفريق، والناس اللي اجتهدوا وجاهدوا، كالمرحوم السي حدادي، المرحوم السي براده، السي عبد الله حارس اللي كاين مازال في الحياه الله يعطيه صحيحته، السي فنان، السي عزوز، الاخوان اللي خدموا، السي قادري، السي عبد القادر حداد الله يرحمه، زيات، الناس اللي خدموا واللي خلينا هذا الفريق باش حنا كملنا، باش ان شاء الله الرحمن الرحيم حنا نعطيو المشعل لشي ناس اخرين اللي تاهما نتمناو يعطيو الاضافه، باش الفريق يبقى غادي محافظ على يعني النتائج ديالو، محافظ على السمعه ديالو حتى يكون بين الكبار. تحملت هذا المشكل، دابا حنا كنقلبوا على الصعود، الى تحقق الصعود هذيك الساعه غتحط المدينه ومسؤوليه في المحك،
إذا استجبوا لدفتر التحملات ديال الجامعة الملكية المغربية كرة القدم فنحن غنكونوا سعداء لتكملة المشوار. ما استجبوش فحنا اللي علينا درناه، واللي على المنتخبون وعلى السلطات داكشي راه خصهم يديروه على يعني كل الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين في المدينة، خص كل واحد يدير الخدمة ديالو من الموقع ديالو. فإلا هاد الناس قدروا وبغاو كانت عندهم الغيرة وحب المدينة وحب الوطن راه غيحاولوا ما أمكن يساعدوا هاد النادي هذا باش يعني يمشي يستجب لدفتر التحملات، ما استعدوش فحنا اللي درناه والكمال على الله، ولا ما قدروش راه خلوا لهم مسائل الفرقه ديالهم وديك الساعه يتكلموا. كما قلت دابا بانه الفريق ما هو ملك حتى شي واحد، دازونا الشرفاء قبل منا والناس اللي خدموا وغندوزو حنا وغنمشيو هذا، فما على الجمهور الا يلتف حول الفريق ديالو. الفريق ما ديال حتى شي واحد غير مرتبط باي اسم، فريق يمثل المدينه هو فريق للمدينه، وبدورنا كمكتب مسير وكرئيس النادي لما حولنا الجمعيه الى شركه فحولناها ب 99% باسم الشركه، ما عطيناها حتى شي واحد وما عطيناهاش نفوسنا. فرضت عندنا الضروره 1% يكون ليزادمينستراتور في هذاك 1% هو اللي بقى ليزادمينستراتور ثلاثه، ليزادمينستراتور ثلاثه، والجمعيه هي مولات الفريق، والفريق بالتالي كيبقى ديال المدينه، والمدينه خصها تلتف كلها حول الفريق. ونتمناو من الله يحيد الدغينه والحقد من بعض الناس باش يبعدوا من هذا الفريق، ولا يجيو يدوا يد المساعده. اللي بغى يد المساعده مرحبا به، والذي يمكن الحق للفريق الله يهديه. ونتمنوا مسيره موفقه للجميع ان شاء الله الرحمن الرحيم، ويحقق شباب السوالم الرياضي المراد اللي باقي كنتمنوا نوصلوا ليه ان شاء الله.